أصلا إسرائيل أعلنتها منذ بدء الحرب أنها تريد خلق مساحة، وفق تعبيرها مساحة نظيفة، سمتها المساحة النظيفة، يتراوح عمقها ما بين 2 إلى 3 وحتى إلى 5 وفقا للمناطق المتاخمة للشمال الإسرائيلي. هي في صدد ذلك بدأت على 3 مستويات أو ب3 أغراض. أولا تدمير ومسح القرى المتاخمة وتسويتها بالأرض، بهدف، لأن هذه القرى هي على تلال حاكمة ومشرفة ومسيطرة على الشمال الإسرائيلي، لأنها بالتضاريس اللبنانية أعلى من التضاريس الإسرائيلية، يعني هي نقطة نقاط قوة في استراتيجية. صالحها. نعم، نقاط استراتيجية، وبالتالي هي نقاط قوة لمسلحي حزب الله في الطرف المقابل. الغرض الثاني هو اكتشاف الأنفاق وتفخيخها وشبكات الأنفاق على طول القطاع الشرقي والأوسط والغربي، على امتداد هذا الخط كله، وبهذا العمق ما بين 2 إلى 3، يعني عمق مطاطي يتراوح ويتقلص، يمتد ويتقلص. والهدف الثالث هو منع الأسلحة المباشرة من أن تطال شمال إسرائيل، يعني الأسلحة المباشرة هي المضادة المدرعات والصواريخ التي تطال حتى ما بين 5 إلى 7 كيلومترات. هذا هو الهاجس الإسرائيلي عبر 3 مستويات: نعم قطع، نعم، منع الأسلحة المباشرة، نعم تفخيخ الأنفاق، تسوية القرى بالأرض، وسمتها هذه المنطقة المساحة النظيفة وفق تعبيرها، لتنتقل منها إلى مرحلة ثانية في سبيل الضغط على لبنان الرسمي لتنفيذ القرار الدولي 1701 والمندرجات الباقية، نعم لأن الهاجس الأساسي والاستراتيجية الأساسية تأمين شمال إسرائيل، هكذا حضرة العميد، يقولون. لماذا لا يتم تسليم هذه النقاط الاستراتيجية إلى الجيش اللبناني إذا كان لدى إسرائيل فعلا نوايا غير توسعية على حساب الأراضي اللبنانية؟ من يصدق النوايا الإسرائيلية أصلا؟ هي تقول ذلك، لكن ما وراء قصدها أشياء كثيرة، قد توسع هذا العمق وقد تنشئ منطقة ثانية. وأنا أرى وفق متابعتي أن تركيزها هو على القطاع الشرقي، هذا القطاع هو المتاخم لشمال الإيطالي تقريبا، يعني هو غير بتضاريسه وأهميته غير القطاع الأوسط والغربي، لأنه ملاصق لخط الجولان، ولأنه يؤثر على أصبع الجليل والمستوطنات، مسكاف عام، منيارة، مطلي، كريات شمونة. لذلك رأينا منذ مدة كيف أن إسرائيل دخلت إلى منطقة الخيام التي هي في قلب القطاع الشرقي، وهي بعيدة عن الحدود 7 8 كيلومتر، يعني. إلى أي فإذا مدى هذا هذا هو القصد. يبرز الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله لكونه اعتقد بأن هذه المعركة ستكون على غرار ما كانت عليه في العام 2006؟ أحسنت، برافو. مش بس ليس فقط ذلك، هو كان يظن أن أصلا 7 أكتوبر ستكون كمثيلاتها 2008 2012 2014 2021، بضعة أسابيع وتنتهي الأمور، وإذ بها تطول وإسرائيل تحضر منذ اللحظة الأولى بعد الانتهاء من غزة للذراع الأقوى لإيران في لبنان، وهو حزب الله، تخطط له منذ 10 أشهر. ورأينا كيف أنها بدأت باغتيال قادته، إذا لاحظنا قبل اغتيال الصف الأول القادة الكبار الميدانيين، 500 نعم قائد، يعني من قوة الرضوان. هذه القوة التي تشكل قلق لإسرائيل، لأن مهمة هذه القوة التمركز في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها لكي تتسلل إلى إسرائيل وتجري عملياتها مثل ما فعلت حماس. نعم، وهي يعني فعلا يعني أشكر. إلى أي مدى هي مشابهة للاستراتيجية التي اعتمدتها إسرائيل في غزة بالنسبة لمعبر رفح وفيلادلفي؟ هي مشابهة جدا لعملية غزة. حزب الله يقاتل بعقلية 2060، لكن إسرائيل تقاتل بعقلية 2024 والحروب الحديثة. تضاريس بقعة غزة هي متشابهة بالأهداف،
لكن تضاريس بقعة غزة هي أرض مسطحة تختلف عن تضاريس لبنان الصعبة المعقدة البالغة التعقيد، وهي تلال وهضاب ووديان، يعني من الصعب على أعتى جيوش أن تجتاح هنا. طبعا الجيش الإسرائيلي ليس قصده، وفق ما فهمناه وتوعناه، ليس قصده التوغل والاجتياح، إنما خلق هذه المساحة، ومنها إذا تهيأت له الأمور واحتل القطاع الشرقي الذي تكلمت عنه يصبح باقي المناطق بالسيطرة تحت النار، يعني هو غير مضطر أن يتقدم ويتكبد خسائر، لأنه كلما نزل على الأرض سيتكبد خسائر، لأن قوات حزب الله متمرسون في القتال على الأرض. فيعني لا يزال فعلا حزب الله يقاتل بعقلية 2006، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي الأكبر. ولا وإسرائيل تحارب بحروب الجيل الحديث يعني، نعم وتستعمل وسائلها، وأخذت الدروس والعبر من 2006، وتتقدم ببطء وتعمل بهدوء، وطالما أنها تحقق أهدافها بغير الوسائل البرية أو العمليات البرية فهي تلجأ إلى ذلك لتجنب تكبد الخسائر، وهي سوف تتكبد خسائر.